إيرما إعصار استوائي يضرب جزر ليوارد وبورتوريكو يهدد حاليا كلا من كوبا وجنوب شرقي الولايات المتحدة يعتبر الأقوى منذ إعصار ويلما العام 2005 ومن المتوقع أن يجتاح إعصار إيرما ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية وجزر أخرى بالكاريبي وجزر العذراء الأمريكية المركز الأمريكي لمراقبة العصير يؤكد أن قوة إعصار إرما اشتدت مجددا إلى الدرجة الخامسة القصوى ليلة الجمعة مع بدء الإعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي وقال المركز إنه في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش اجتاح الإعصار الضخم الجزيرة من منطقة كاماغوي أرتسيبيلاغو ولم تكن عينه تبعد عن العاصمة هافانا سوى 190 كيلومتر، وعن مدينة ميامي الأمريكية سوى 480 كيلومتر، وأضاف أن الإعصار المدمر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كيلومتر في الساعة، ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بولاية فلوريدا الأمريكية وبحسب حصيلة للدفاع المدني الكوبي، غادر قرابة مليون شخص منازلهم شمال شرق نوفيتاس في إقليم كاماغوي بوسط كوبا كإجراء وقائي، ومن المتوقع أن تتجنب هافانا الأسوأ إذ تعتبر خارج نطاق الخطر بحسب مسار الإعصار الحالي.